انا في حاجه استوقفتني، ليه الراحل كمال الملاح قال انه وصى انه يدفن بعد 24 ساعه؟ دي هحكيها لك بقى بس لا نخلص احكي لي، الكتاب. احكي لي الحته دي دلوقتي عشان نلحق ناخد اكبر كم معلومات في الحلقه، يعني لو مش اصل هقطع يهمني السلسله اكلمك على اه الكتاب. هنرجع له تاني. المهم بس ليه ليه التوصيه دي؟ هقول لك التوصيه دي اساسها ايه. طبعا انا كل الكلام اللي بقوله لك دلوقتي يا عرفته من والدتي اوكي يا قراته من كتابات النقاد والكتاب اوكي والمؤرخين. احنا معانا كمان صور المقبرة. فهو جسد شخص في مسرحيه من المسرحيات. انت عارفه والدي اساسا مسرحي بحت طبعا عملاق. في المسرح بالذات يعني. فجسد شخصيه حد بيموت، شخص بيموت وبيدفنوا اهله، بعدين يصحى يتضح ان هو كان مغمى عليه، يصحى ويحاول يطلع من القبر مش عارف، والمعاناة بقى اللي عاناها في القبر. بابا كان بي 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 بيتجسد الشخصية لدرجة انه المعيشة، يعيشها عايشها، عايشها. حس ان هو اللي مات وهو اللي بالظبط. اتدفن في القبر وصحي. فزي ما تقولي سيطرت عليه فوبيا. هذه الفكرة تمام. ان هو ممكن يحصل له نفس اللي حصل في تجسيده لهذه الشخصية. فوصى ماما ان هو لما يجي القضاء الله يدفن بعد 24 ساعة عشان نتأكد تماما ان هو حصلت وفاة. وانتوا نفذتوا الوصية. ماما نفذتها تماما. لا تصوري حضرتك، هي الوفاة كانت 17 يوليو، يعني عز الحر حر والصيف. طبعا. فأنا فاكرة كويس قوي، كان كل نص ساعة يخشوا اتنين شايلين، كان أياميها في التلج، ومفيش ألواح تكييفات. تلج، ايوه. فكانوا بيجيبوا كل نص ساعة لوحين تلج كبار ويخشوا يحطوها يغطوا بيها الجثمان يمين وشمال. طبعا نص ساعة يكونوا من الحر طبعا رغم سيحهم، مولعين تكييف وكله، لكن ومراوح وإلى آخره. لكن كل ده عشان خاطر احتراما لوصية طبعا جوزها. طبعا طبعا. طيب